أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات. تأكيدات وزير الدفاع جاءت خلال لقائه عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي وظائف قيادية بالقوات المسلحة. أتابع. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قاده وضباط القوات المسلحه المعينين لتولي الوظائف القياديه بالقوات المسلحه وذلك بحضور الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من كبار قاده القوات المسلحه. والذي ياتي في اطار سلسله اللقاءات الدوريه التي تقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه للتواصل مع ابنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحه. بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قاده القوات المسلحه، تناولوا اهم التحديات التي تشهدها المرحله والاسلوب الامثل لمجابهتها بما يسهم في تنفيذ اداء القوات المسلحه لادوارها ومهامها على اكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيرا الى ان الدفاع عن الوطن وحمايه امنه القومي مهمه مقدسه تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوه القادره على مواجهه التحديات، وان القوات المسلحه بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتاليه واسلحه متطوره في كافه التخصصات، قادره على ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم. كما أدار حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية انعكاساتها على الأمن القومي المصري.